رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم، والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والهنا والسعادة، والله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء في أقرب الأوقات. كيف ما كتشوفوا أنني نغبرت عليكم شحال هادي ما بنت، ولكن ها أنا جيت وجبت لكم واحد الجديد ديال الكريب اللي إن شاء الله تيكون بواحد طريقة مختلفة زويونة. هانتوما كنتمنى أنكم تكملوا معايا الفيديو حتى الأخر ويعجبكم وتجربوه في المنازل ديالكم. اللي مازال البنات ما اشترك معايا في القناة يشترك وتخليوا لي جنب بإذن الله في حالة إلا عجبكم هاد الوصفة ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا المقادير، ما غادي نطولش عليكم، الفلافل بثلاثة الأنواع ديالها عندنا هنايا، فلفلة حمراء نص فلفلة خضراء نص فلفلة صفراء، واحد البصلة متوسطة، وانا غادي نشوف واش نديرها كلها. خلاص هنايا العطرية عندنا نص معلقة ديال الكمون، عندنا معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، هنايا واحد الدخيس ديال التوبه محكوك، هنايا الخرقوم واحد ربع معلقه، معلقه صغيره ديال الملحه، والبابريكا او التحميره او الشونيه كل واحد واش يقول ليها معلقه حتى هي صغيره. والمكون الرئيسي ديال هذا الوصفه اللي هو الكفته او اللحم المفروم. دابا غادي ندوزو باذن الله لطريقه التحضير. البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا انا دايره ديجا واحد شويه ديال الزيت، غادي ندير عليه الكفته، ما غادي نديرش البصلايه الاولى، غادي نديرو الكفته نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. وهذا كيدار هذه الوصفه، هذه كتدار للفطور او للعشاء، كتجي زوينه. غادي نضيف الفلفله، هذه هي الحشوة. عاد ندوزو نوجدو الكريب، غادي نضيف البصلة، هانتوما كنخلي انا شوية شوية، واحد الريحه كتطلق زوينه. نتمنى البنات انكم تجربوا. وغادي ندير العطريه كامله، ونحرك مزيان حتى يندمجوا العناصر كاملين المكونات، ونخليوه يطيب صافي، ونمشيو نحضرو الكريب. جربوها البنات ان شاء الله يعجبكم في هذا رمضان ومن غير رمضان. خصنا نحركو مزيان باش يندمجو العناصر كاملين. صافي انا غادي نكمل حتى طيب لنا هذه الحشوه، ونتلاقاو باش نديرو الكريب. البنات هانتوما هي الحشوه هي هنايا وجدات. من بعد ما وجدات غادي ندوزو دابا باش نوجدو الكريب. البنات بالنسبه للكريب كيف ما كتشوفوا عندنا ثلاثه البيضات، الدقيق الابيض او الفورس عندنا حتى هو واحد 250 غرام، وعندنا
الحليب، الحليب غادي نحتاج واحد نص سيترو ديال الحليب، غادي نحيد داكشي ونجيب اناء فين نخدم باقي المكونات. الاغلبيه ديال البنات راه كيعرفوا يصاوبوا لي كريب، كنديخوها ثلاثه البيضات، من بعد غادي نزيد عليهم معلقه ديال الملحه وغادي نخدمهم مزيان بالخلاط اليدوي، نخدمهم مزيان ونضيف باقي العناصر بالتدريج. الحليب ثلاثه د الكيسان كيف ما قلت لكم ديال العنبه، هاد الكاس ما كيخطا حتى شي دار اللي كيعطينا نص سيترو، كيجي زوين ان شاء الله جربوه. انا كنقول لكم جربوا هاد الوصفه كتجي زوينه، حتى لي كريب ديالها كيجيو زوينين، كيجيو خرطب. وخلاص بالنسبه للدقيق، جوج د الكيسان ديال العنبه، تقريبا 250 غرام ديال الفرس المزيان، انا كنستعمل دائما ديال الحلوه، حتى بالنسبه للفطائر او الملوي او اللي كان بالنسبه للفطائر كندير الطحين الممتاز ديال الحلوه كيجي زوين. صافي ونكمل الخدمه ديالو وعاد نطحنو عاوتاني من بعد. صافي البنات هكا نبقى نخدم فيه مزيان في داك الخليط باش عاد ندوز للطهي ديالو. البنات من بعد ما وجدت لي كريب زعما طحنتهم، دابا غادي نطيبو. نتمنى البنات انكم توجدوا هاد لي كريب، تيجيو زوينين تيجيو واعرين، ما تصبيوش ما تمشيو فين، كملوا معايا حتى الاخر وان شاء الله غادي يعجبكم. واخا انا كيتحرقوا ليا ولا انا كيتحرقوا ليا يدي. صافي ونبقى هكا نطيب فيه حتى نكمل ديك الكميه كامله، وغادي نديرو كي بحال الشكل ديال الكغاطا تيجي زوين. صافي نكملو. هانتوما البنات انا نحيد هذه اللي طابت وغادي نزيد الثانيه ونكمل بنفس الطريقه الخليط كله. هانتوما كتشوفوا الشكل كيجي، كيجي زوين من بعد ما كملتو بالطياب، كيجي خطب ما كيجيش قاصح. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال التعمار ديالو. كنجيبو دوك الحشوه اللي خدمنا اللي درنا كنديروها في الفوق وكنلويوه كي بحال السيجار، وكنبقاو غاديين هكا مع الكميه كامله اللي عندنا ديال الحشوه. هاد الحشوه البنات ثقوا بيا خطيره خطيره في المذاق، كتجي غزاله، حتى الريحه ديالها زوينه واعره، ما غادي تندموش البنات الا صوبتوه على حسابي، غادي يعجبكم وما غادي تعاودوش تستغناو عليه. من بعد ما جمعت لي كريب دخلتهم في هاد المول ديال الكغاطا وصوبت لاصوص بشاميل اللي دائما انا كندير فيها النشا ماشي الطحين، وكنسمها بواحد شويه ديال الكوزه البزار الملحه وفرماجة. غادي نسرح هاد لاصوص بشاميل على الكغاطان ولا على لي كريب كامل حتى تغطى مزيان. نجيب شويه الفرماج محكوك اللي انا حكيته من قبل وغادي نسرحو حتى هو من فوق هاد الكغاطان ديالنا. مده الطهي 25 دقيقه، نديرها في الفرن ونطلقوا باش تشوفوا الشكل النهائي. البنات راني زدتها واحد شويه الفرماج على هذاك الشيء الاول، عاد غادي ندخلها الفرن. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم اللي تقاسمته معكم، واللي كان عباره عن كريب بطريقه جديده
اولا غراتان ديال لي كريب كتجي زوينه، كتجي هائله في المذاق. انا غادي نتقاسم او غادي نقسم لكم اطراف باش تشوفوا كي كتجي حتى من الداخل. كتجي هائله، كتجي بنينه 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 بزاف. هذه ممكن تحطوها في رمضان في الفطور او لا في العشاء اللي بغيتو. هانتوما البنات كي كتجي من الداخل كتجي زوينه بزاف. بالنسبه حتى لي كريب ما تيكونوش قاصحين، تيكونوا رطب. وديك لاصوص بيشاميل اللي قلت لكم انا شنو تندير فيها كتعطي حتى هي واحد لوغو زوين. نتمنى انكم تجربوها البنات. هانتوما شوفوا كي كتجي، كتجي غزاله لا في الشكل ولا في ولا في ولا في المذاق. هانتوما غادي تشوفوا كي كتجي حتى من الداخل. انا نهز فرشيطه ونوريكم كي كتجي حتى من الداخل، كتجي غزاله ما كرهتش نذوقكم دابا منها. هانتوما شوفوا كي كتجي، كتجي غزاله البنات والله العظيم كتجي زوينه. نتمنى بالصح انكم تجربوها لانه طبق غزال وخفيف، يعني وجبه زوينه وخفيفه بالنسبه لرمضان. هذا ما كان البنات، نتمنى انكم تدعموني بالاشتراك وبالجيم بلي كومونتير زوينين كي بحالكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله. تهلاو في راسكم بزاف وعواش مبروكه ورمضان كريم.